غارسيا وقيادة غافير البيرولا حكم هذه المباراة. ريال مدريد اليوم يلعب بتيبو كورتوا في حراسة المرمى، داني كارفاخال في الجهة اليمنى، مارسيلو على الجهة اليسرى، سيرخيو راموس مع رافائيل فاران، كارلوس كازيميرو، فالفيردي، توني كروس، وإيدن هازارد، بالإضافة إلى كريم بنزيما وغاريث بيل العائد إلى أجواء المنافسة مثل إيدن هازارد الغائب لمدة طويلة عن تشكيلة فريق ريال مدريد. 81 يوما غاب إيدن هازارد عن تشكيلة الريال في وقت يعود غاريث بيل بهمومه بمشاكله مع زيزو ومع الريال وبغيابه عن التهديف في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد. تصوروا معي منذ 337 يوم لم يسجل غاريث بيل هنا في سانتياغو برنابيو في الدوري لصالح ريال مدريد، بالضبط منذ مواجهة سيلتا فيغو الموسم الماضي. طبعا كل شيء جميل في سانتياغو.